نجوم الفن دايما بيحبوا يكونوا مختلفين عن غيرهم، وخصوصا اما بيختاروا اسماء ولادهم، وده اللي بيخلينا في الاخر نسمع عن اسماء ما سمعناش عنها قبل كده وكمان ما نعرفش معناها ايه. يعني مثلا النجمة احمد حلمي والنجمة منى زكي سموا بنتهم ليلي، والاسم ده معناه نوع من انواع الزهور. كمان تامر حسني اختار لبناته اسم تاليا وامايا، تاليا طبعا معناها تالية القرآن، اما امايا فهو اسم عربي ومعناه مطر الليل. اما نانسي عجرم اختارت لبناتها اسم ميلا وإيلا، واحنا عرفنا بعد ما عملنا سيرش ان ميلا معناه جميلة الجميلات، اما إيلا فمعناها ضوء القمر. اما مايا دياب فاختارت لبنتها اسم وهو حرف الكي، وطبعا حرف الكي هو حرف الكاف بس بالانجليزي. كمان النجمة دنيا سمير غانم اختارت لبنتها اسم غريب شوية وهو كايلا، والاسم ده في الاصل افريقي ومعناه التاج.